عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن رب العزه انه قال وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد بن عبد الله، الصادق الوعد الأمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. توجيه رباني بأن محبة الله تكون لمن؟ للمتحابين في الله وجبت محبتي للمتحابين فيه ولكن السؤال هل يجب على الله شيء؟ وهو رب كل شيء وخالق كل شيء وبيده كل شيء ان التعبير لتاكيد تحقق الوقوع كانه اشبه بالوجوب وجبت محبتي محبه الله اكيده ومحققه كانها شيء واجب للمتحابين في الله انظروا الى رحمه رب العزه بخلقه انظروا الى حبه لعباده انه يحب ان يراهم متحابين لا متنافرين يحب ان يراهم متوحدين لا متفرقين يحب ان يراهم متعاطفين لا متناكرين وهؤلاء الذين تحابوا بروح الله يقول وجبت محبتي للمتحابين جاء بصيغه المفاعله التي تفيد اشتراك الطرفين في الحب كل منهم يحب اخاه فالله يحب من عباده ان يتحابوا بل يحب الذين تحابوا في الله وجبت محبتي للمتحابين في يعني يحبهم في الله لا لغرض دنيوي لا لسبب رخيص هابط وإنما يحب من يحبهم خالصا لوجه الله هؤلاء الذين تحابوا بروح الله وجبت محبة الله لهم وإذا أحب الله عبدا أحبته الملائكة واذا احب الله عبدا وضع له القبول في الارض كما في الحديث اذا احب الله عبدا نادى جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في الملائكه ان الله يحب فلانا فاحبوه فتحبه الملائكه ثم يوضع له القبول في الارض وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين فيه جالسنا بعض الاهل او الجيران او المعارف في المسجد في اي مكان لكن كان جلوسنا في الله لم يكن على اهواء مشبوهه لم يكن جلوسا منافيا للتعاليم والاخلاق ليس شرطا ان يكون عباده ولا ان يكون صلاه لكن جلسنا يحب بعضنا بعضا في الله ونتزاور في الله المتجالسين في تجب محبه الله للمتحابين في الله والمتجالسين في الله ثم يقول بعدها وللمتزاورين في حتى الزياره نعم اذا زرت اخاك في الله لم تزره لمصلحه ولا لسبب دنيوي ولا لغرض ما بل زرته لله وجبت محبه الله لك انظر حتى يزور بعضنا بعضا ويتفقد بعضنا احوال بعض ويرى بعضنا ما يحتاج اليه الاخر فيعطف ويساعد وجبت محبتي للمتحابين في وللمتجالسين في وللمتزاورين في ويخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن نبأ رجل ذهب يزور اخا له في قريه فارصد الله على مدرجته يعني اوقف على طريقه ملك وقف في صوره رجل وقال له الى اين؟ قال الى هذه القريه لازور اخا لي في الله فسأله الملك وقال له هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني هل هناك مصلحة بينك وبينه؟ ومسألة دنيوية ذهبت من أجلها؟ قال لا غير أني أحببته في الله. انظر ماذا قال له الملك؟ قال فأنا رسول الله إليك بأن الله أحبك كما أحببته في عظمة جزاء أن أحب أخي في الله أو أن أزوره أو أن أجالسه أن يحبني الله وأن أنال هذه المكانة ومن أحبه الله كما جاء في الحديث فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذ بي لاعيذنه وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي في قبض نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته وجبت محبتي للمتحابين في وللمتجالسين في وللمتزاورين في وللمتباذلين في الذين يبذلون في الله لا لشهره لا لرياء لا لغرض ولكن يبذل كل منهم للاخر وللحياه ابتغاء وجه الله لا يريد من احد جزاء ولا شكورا انما يريد الجزاء من ربه سبحانه وتعالى وجبت تحققت وتاكدت محبتي وجبت محبة رب العزة يقول بأن محبته تأكدت ووجبت للمتحابين فيه للمتجالسين فيه للمتزاورين فيه للمتبادلين فيه تأكدت ومن هنا لا خوف عليه لأنهم أصبحوا في كنف الله ما دام قد أحبهم الله اصبحوا في رعايه الله يسمعون بسمع الله ويبصرون بقدره الله ويمشون الى ما يرضي الله لقد فازوا بالسعاده دنيا واخرى بسبب حبهم لبعضهم ما ايسر ان نتحاب يا ايها الناس في كل الارض يا من تتناوشون وتتناكرون ويعادي بعضكم بعضا ما ايسر وماذا على الناس لو عاشوا احبة ودعاء ما على الناس لو عاشوا احبة ودعاء في الاسرة فيما بينهم في المجتمع في الوطن بين اوطاننا العربية والاسلامية والانسانية عامة ماذا يضيرهم لماذا العداوه لماذا البغضاء لماذا الكراهيه لماذا الحروب والكروب ان ربكم يخبركم ويبشركم اذا ما تحاببتم ونبذتم الفرقه وتركتم العداوه والخصام واحب كل منكم الاخر وكنتم متحابين في الله فانتم في رعايه الله وبالله التوفيق وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته